مشاهدينا عسلامة، مرحبا بكم. هذه حالة الطقس لليوم. اليوم الدنيا كانت سخونة شوية، درجة الحرارة وصلت أقصاها ل 44 درجة. سجلنا درجة حرارة بالشمال والمناطق الساحلية تتراوح ما بين 33 إلى 38 درجة، 39 درجة بتونس العاصمة وكانت ما بين 39 إلى 44 درجة ببقية الجهات. كما نشوفوا حسب تسلسل صور القمر الاصطناعي، الطقس عامة كان صافي على أغلب المناطق مع بعض السحب المتفرقة. اليوم في الليل كذلك يبقى الطقس صافي مع بعض السحب على أغلب المناطق. درجة الحرارة لليوم في الليل تتراوح ما بين 24 إلى 28 بكل من الشمال والوسط، وما بين 26 إلى 30 درجة بالجنوب. نتعداو ونشوفوا حالة الطقس غدوة. يبقى الطقس فيه بعض السحب على أغلب المناطق بكل من الشمال والوسط، تتقوى شوية السحب هذه تتكثف بالمناطق الغربية بعد الظهر. بالنسبة لدرجات الحرارة تعرف انخفاض طفيف، توصل إلى 34 درجة بتونس العاصمة، 32 ببنزرت، 34 كذلك بباجة، جندوبة 35، 34 بالكيف، أقل شوية بنابل وبقليبية 29 درجة، 32 بكل منسوسة والمنستير، 31 بالمهدية، 37 بالقيروان، بالقصرين 35، 33 بصفاقس، 37 بسيدي بوزيد، 38 بقفصة، قابس 35 درجة، 42 بتوزر، 41 بقبلي، 41 كذلك ببرج الخضرة بأقصى الجنوب، 40 بكل من تطاوين ومدنين. نتعداو للملاحة والصيد البحري. البحر يكون قليل الاضطراب على السواحل الشمالية، الريح تتحول من القطاع الشمالي، سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، كذلك سرعة الريح تكون من 10 إلى 20 عقدة بخليج تونس، والبحر يكون قليل الاضطراب. تكون الريح شمالية شرقية بخليج الحمامات، تتبدل جنوبية شرقية بجربة وخليج قابس، والبحر يكون مضطرب، سرعة الريح تولي من 15 إلى 20 عقدة. نتعداو ونشوفوا حالة الطقس المتوقعة ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية. بنواكشوط 37 درجة، بالدار البيضاء 25، بالرباط بعض السحب 22 درجة، بعض السحب كذلك بالجزائر 28 درجة، بطرابلس طقس مشمس 34، بالقاهرة 35، 43 بالمدينة المنورة و42 بمكة المكرمة. بالدوحة يبقى الطقس مشمس 41 درجة، 41 كذلك بأبو ظبي مع بعض السحب، بالكويت تبقى درجة الحرارة مرتفعة 46 درجة، 31 بدمشق، 29 ببيروت، بعمان 33، بغداد 43 درجة، وبالقدس الشريف طقس مشمس 32 درجة. نتعدى ونشوفوا بعض المدن والعواصم الأوروبية. باسطنبول طقس مشمس 26 درجة، بموسكو بعض السحب 26 كذلك، أثينا طقس مشمس 34 درجة، فيينا بعض السحب 22، بروما 31 مع بعض السحب، أمستردام بعض الأمطار 19 درجة، برلين 21، كوبنهاجن 19 درجة، بلندن يبقى فما بعض السحب كذلك 19 درجة، أمطار بباريس 18 درجة، ستوكهولم 17 درجة، جنيف بعض الأمطار كذلك 20 درجة، بروكسل 19، مرسيليا طقس مشمس 28 درجة، طقس مشمس كذلك بمدريد 24 درجة، وطقس مشمس أيضا بلشبونة 26 درجة. نتعدى ونشوفوا الأيامات الجاية الطقس كيفاش باش يكون. نهار السبت 19 سبتمبر يبقى فما بعض السحب على أغلب المناطق، خاصة بمناطق الشمال تكون مرفوقة ببعض الأمطار الضعيفة، درجات الحرارة تعرف انخفاض طفيف، والبحر يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشمالية، مضطرب بخليج قابس. بالنسبة لدرجات الحرارة يبلغ أقصاها 41 درجة بالجنوب. نهار الأحد يبقى الطقس فيه بعض السحب أحيانا كثيفة على مناطق الشمال والوسط، طقس مشمس بالجنوب، درجة الحرارة في انخفاض طفيف، البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشمالية، شديد الاضطراب بخليج تونس والحمامات، شديد الاضطراب كذلك بخليج قابس، والريح تبقى من القطاع الشمالي بكافة السواحل. نتعداو الأوقات الشروق والغروب. الشروق بإذن الله يكون على الساعة 6:03، والغروب يكون على الساعة 6:23. كانت هذه حالة الطقس لليوم. كان عندكم أكثر استفسارات زوروا موقعنا meteo.tn، ولا اطلبونا على الموزع الصوتي 88 40 40. ليلتكم زينة، تصبح على خير.